بالنسبه للجديد الفني ديالي، كنت صورت مؤخرا تيليفيلم مع ادريس صواب تحت عنوان عام في الغربه، وكذلك انا دابا في طور تصوير مسلسل لوزين من الاخراج امين منى، وكذلك بزاف ديال لي بوب والدعايات، وان شاء الله دي كاستينغ قرب يكون الاجابه وانتم الاولين. سلطانه موقع سلطانه هو اللي غادي نعطيه الاسبقيه الحدث. لا بالعكس بالعكس، انا تفاجات، كنت كنظن ان العوده ديالي غادي تكون شويه صعيبه من بعد من الاعتزال ديالي، ما بالعكس، وخا هكاك الاسم ديال احلام شرف الدين بقات البصمه ديالو من بعد زينه الحياه ومشاركه طعام وعده مسلسلات. الحمد لله كنت من وراء الاعتزال ديالي واعلنت انني رجعت للدومين، كنت من وراها 4 mois ورجعت للدومين في الاشهارات وداك الشيء، ومؤخرا مسلسل وفيلم وبزاف ديال لي بروجي ان شاء الله غادي نعطيكم الهدف ديالي. لا بالعكس، جاتني ان المجال الفني في المغرب تقدم بزاف، وخصوصا ولا كيعتمد على السوشيال ميديا اللي كنهضروا عليه، ولا كيعطي حق الممثل حقه، يعني كيقربوا من الجمهور، كيقدر يعطيه انتقادات ديالو، كيقدر يحكم على العمل واش ناجح ولا ماشي ناجح، وكذلك نجوم جداد اللي طلعوا في الساحه الفنيه اللي حتى انا من المعجبين ديالهم كيعجبوني بزاف. شوف انا بكوني ممثله كنتمنى نخدم جميع لي بروجي، كواكسو سوا دور صغير ولا دور كبير، حيت ما كاينش دور ممثل كبيره ولا ممثل صغيره، كاين ادوار بسيطه، ما كاين زعما ادوار بسيطه ولا ادوار كبيره، كاين ممثل كبير وممثل صغير، يعني اي دور درته غادي يدير لي اضافه في المسار الفني ديالي. شوف انا فنانه نقدر ندير اي حاجه اللي عندها علاقه بالفن، بالعكس حتى الموضه حتى هي راه كتقيس، كنقدر نتلاقى مع دي ستيليست، كيكون عندي مثلا ايفينمون كيكون عندي 6 جواب ولا شي حاجه ولا شي حتى دي فيلم، دي فوا كنقدر نلبس لي كرياسيون ديالهم في دي فيلم ولا في بروجي، وكتكون هذه فرصه باش نتعرف عليهم عن قرب، يعني الفنان غير محدود ضروري كتعطاه فرصه باش يتعرف نهار لنهار على وجوه جداد وعلى ماركات جداد. كنشكر موقع السلطانه على الاستضافه ديالو، وكنتمنى من المشاهد الكريم يكون خفيف الضير عليهم، وكنتمنى دائما دائما نعطيكم الجديد ونكون في المستوى كما عرفتوني، وشكرا مره اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.